اشتغلت؟ لسه. قلت لك عقب باخذ لك غيره. يا اخي بص، الالكترونيات دي ليها طريقه خاصه، سيبني عليها. اف اشتغلت مع انك همجي، بس اوقات همجيتك بتجيب نتيجه. ولسه لسه حامل لكم حته اكله جامده جدا. من يوم ما هيدا معلمك الطبخ وانت مستوي شيف. الله يمسيه بالخير هالولد، اشتقنا له يا زلمه. من اول ما سافر وتجوز ما سمعنا شيء عنه. يا عم هو اللي بيروح فرنسا بيفتكرنا تاني. اوه نسيت يا اخي. ولو شو بيك؟ طرش لي على انبوكس من يومين وقال لي يقطع سوالفك يا ريال. قال لك ايه؟ قال لي لاقيني على السكايب الحين. سلطان؟ اهو هيثم اهو. هيثم؟ لك يبعت لك شو اشتقت لك يا زلمه. جادو انا كمان اشتقت لك. ده انت وحشتني موت يا عم. معقول اكثر من سنه ما نعرف عنك شيء؟ على فكره توشتوني، بدي احكي معكم واحد واحد، في مجال تحلوها؟ طيب يا مان ثانية واحدة حنتحزم ونجيلك. لك لحظة طولوا بالكم ورا. هذا تمي مفروض يعني دخان حركات. يا عم الظريف فزعت جدي. شوف معلم، بدنا احسن طريقة لنستخدم سكايب ونبين ثلاثتنا مع بعض. استنى شغل الدوبلاج. بس ها نبغى كواليتي. مش مشكلة، بسيطة وسهلة. فييرا؟ طبعا فييرا. اهو هيثم اهو. هيثم شو جديدك؟ خبرنا. هلا انا وجوليت غيرنا شغلنا، مبسوطين هلا مرتاحين، بس هي عندي لكم مفاجأة. قول جوليت. تاتاتا ابني. لا عم تمزح. يا قمر مبروك. لك عمو. كريم عارف سمينا ايه؟ احمد. عثمان. عباس. سمينا كريم مشان يطلع طيب وجدع مثلك. الآن اتصال مرئي بجودة عالية على فييرا. سكايب الآن في فييرا من باناسونيك. للفوز بهذه الجائزة من باناسونيك أجب على السؤال التالي. سجل إجابتك على www.شلحل.com.